أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا إلى رحمتك يا أرحم الراحمين Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqadatan milisan ya kau kawli. Rabbi zidni alma wa zukni fahma. Hari ini kita akan mula pada muka surat 18. Uh, kalau ikut uh, mushaf ashabu sila pada surah Al-Baqarah ayat 112. InsyaAllah. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب "كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون" فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ أَوْ تَأْتِيَنَا آيَةٌ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود <سؤال> ولن أفار حتى تتبع ملتهم حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير <applause> الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرُ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Ya Bani Israel, zikru ni'amati allati an'amtu alaykum wa anni fanfaltukumu ala al <coughs> Ya Bani Israel. Ya uh, 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 uh. dua? Munfasil tetap dua. Yang empat dekat Ra tu tadi. Lepas tu untuk Abu Ja'far. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kita boleh buat um, sampai, tadi kalau, kalau nak buat sampai ni'mati pun boleh. Lepas tu kita buat yang dua pula. Dua tasin. Saya berhenti tadi dekat Uh, uh, lepas tu bila dah sampai Assalamualaikum nanti bila dah buat tashil, uh, Dah buat dua dan tashil nanti Habiskan saya sampai ada. baca hmm. Ya Bani Israel Zukuru ni'mati Allati an'amtu Alaikum Wa anni Fampaltukumu Alal alamin وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا, تنفعها شفاعة ولا هُمُ يُنْصُرُونَ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين wa ja'alnal bayta mazabatan lin-nasi wa amna wattahadu ah masuk masuk wa am a idgham ma'al ma'luna wa amna wattahadu bukan wa amna kat situ yang uh, kakak tak wa idghunnah ha ha Okay, وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي انت بيتي إلى إبراهيم وإسماعيل أن بيتي ambil daripada ang ang tahira boleh tahira baiti wal sujud wa qala ibrahim rabbi baladan amina <tuh> هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر أمتعه فأمت قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أقره إلى عذاب النار وبئس المصير وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمنا بَتمَ مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا، ولقد اصطفيناه استف... ولقد في الدنيا، وانه في الاخره لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين واوصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن. الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء هضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم <applause> وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أَهَدٍ منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا kak punya kol-kola sugro lembutkan lagi kak. macam tadi kan uh, wa man ahsanu minallahi sibar 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 ah kan wa man ahsanu minallahi sibar 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 ah, tak pun tu wa man ahsanu minallahi sibar ah tu kol-kolah sugro ونحن له عابدون قل أتحاج أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمال Wahua kena tukar kat situ Wahua je terus uh -uh. Wahua Rabbuna Wa Rabbukumu Wa lana'a anda tinggal ekfa masa ah, tu mu وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَنْ مَا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمُ مَا كَسَبْتُمْ kalau kau rasa jangan lupa ambil itu aja. Maka sabatum. Dia lembut dia. Maka sabatum. <tuh> Wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Saya kul. Saya kulus sufaha'u minan nasi ma wallahu mu'an. قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إلى, إلى صراط مستقيم يهدي... سأتواجه wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu eh ui kan tadi ui kan kak ah, Allah ui lupa pula ui uh, kena ah uh, kan ah uh, uh. Okay, Yahdi tadi yang Yahdi kan. Terima. Saya saya tiba-tiba tu. Okay. Ya. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ila siratim mustaqim. Wa kathalika ja'alnakum ummatan wasatan liutah. وسقا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ما يتبع الرسول من قالبا ممن ينقلب على عكبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس راء <applause> إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون عما تعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وَجْهٌ وَلِكُلِّ وَجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا أي يأت... أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير "ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون، ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام".

وولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم هجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا تخشوهم فَلَا تَهْشَوْهُمُ وَاحْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمُ وَلَعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمُ رَسُولًا مِنكُمُ يَتْلُو عَلَيْكُمُ آيَاتِنَا وَيُزَكِّرُونَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُم وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون فاذكروني أذكركم أز... واشكروا لي ولا تكفرون: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا, تقول وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْرًا بَلْ أَحْيَاءُ لَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْرِ. والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه

فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ان الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا من الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ من بَعْدِ مَا بيناه <تصفيق> 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 ويلعب كل من بعد من بين في الكتاب لا تكاد إلا الذين, تابوا وأصلحوا وبينوا. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك الذين عليهم وأنا التواب فأولئك ان وأنا كفروا الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهموا. كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الري... من كل دابة, الري... دابة الرياح والسحاب و <تصفيق> <تصفيق> وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أنزالا عبادا يحبونهم فهب بالله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ولو ن... ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب <applause> إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين Tadi kakak maaf, tadi kakak dah buat yang wajah-wajah ni eh. Ya? Ibnu ya. Kasir Katsir dengan ya dengan, Rol dengan in wa in. Ah tapi kakak kena baca sorry. Walau ya, ya. Rol, kakak kena baca anna dulu kan sebab itu Ibnu Katsir. Lepas tu baru buat uh, inna. Kan? Tadi kakak, kakak baca. Walau yarol rol na Walau tarol. Tarol dengan anna. Dan wa anna. Okey dah ya buat lah. Hari... No ha, no. Dah. Itu tarol kakak buat kolun. Kolun. pastu oh, Lepas tu sekarang kakak ini. kena tukarkan yarol untuk imu kasir. Sampai, sampai habis lah. Kan? Lepas tu ambil hmm. daripada inna. Uh, untuk Abu Ja'far dengan membaca taroh lagi, eh dengan membaca yaroh. Ya, oh ulang balik yang dengan yaroh dengan inna balik. Ah uh, tak payah ulang dekat yaroh. Ambil daripada inna saja. Sebab ya yang bila dah tukar kepada daripada taroh kepada yaroh, kakak dah tukar kepada Ibnu Qasir dan Abu Jaafar. Ah, ya. uh, pas tu, um, kakak masih baca lagi Ibnu Qasir, Okey Sebab kakak baca yaroh. Annal an al-quwwata lillahi jami'an wa annallaha Allah syadidul iqab. Lepas tu kakak ambil daripada Innal al-quwwata lillah. Itu dah Abu Ja'far. Ja Cuba balik hmm. semula. Okay, kak, kita dah baca kolun eh. Dah baca kolun. Sekarang hmm. kakak baca hmm. walau ya hmm. Walau ya roh lazina zalamu iz ya al-azaba bainna tak ada. Anna lagi. Masih lagi. Eh? Sebab tadi uh, Ibn Ibnu Kasir tak tukar kat situ. Ibn Kasir kekal dekat oh. Anna Al-Quwata. Bermakna yang untuk yang an, apa Anna ni nanti dia dua kali. Ah uh, Nanti Anna ni kita tukar kepada Inna untuk Abu Ja'far. Hmm. Okey ulang balik. Okey. Walau yaran lazina zalamu iz yarawna al-azab anna al-quwata lillahi jami'an wa anna Allah syadidu al okey. Okay, ni dah settle Ibn Kathir. Ha, ah, kan? ha, ah, sekarang kita nak buat ataf untuk Abu Ja'far. Abu Ja'far, in. Mm In, boleh ambil terus in? Ha, oh, boleh. In al quwwata lillahi jami'a wa innallaha shadidul 'adab. Ustaz hmm. tadi tukar Ja'far dulu. Terima kasih. Tak tak, dia tak bukan bukan sebab yara tu dibaca oleh Ibnu Kasir dan Abu Ja'far. Tengok kat tepi tu. Oh, ketang, ah. ah jadi kena tukarkan situ dulu. Kita kena pergi naik atas tu hmm. dulu. Haa ah sebab yang tukar ya rol dia tetap baca dengan an lagi. Ah uh, untuk Ibnu Katsir. Ah uh, Ibn tapi Kassir. hakikatnya sebab kita pergi ke balik kita tengok ke atas tu kalau kita baca tukar kepada kita buat ataf dekat inna saja kita tak hmm. tak ada bacaan yang baca Tarah dengan inna. Ah hmm. uh, hanya yara je yang ada bacaan anna dengan inna. Hmm. Kan? Okay. (إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ) وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وَمَا هُمْ بِقَارِدِينَ مِنَ النَّارِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Ah ini qalqalah kol kena dengan sangat clear kutra kutra kopa wa kutra wa la tattabi'u khutuwatish shaitaan Kakak kena pastikan huta 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 masuk balik semula sebab kalau kakak kekalkan khutur khutur huta nanti kan bacaan kemudian khutu kan khutu uh, jadi kita nak bezakan huta 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 kan kor Kual tahu lah huta uh. uh. aa wa تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء al-fahsha'i wa an taqulu alawai ma la ta'lamun inna ma ya'murukum bis-su'i wal-fahsha'i wa an taqulu ma la ta'lamun saya baca muka seakhirnya nanti itu bismillah Okay. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آباءهم لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء أو دعاء فهم لا يعقلون يا أيها الذين قلوبنا طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به وما أهل به لغير الله أنا ما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن فمن قر عن فمن طغر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فما نط فما غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم انَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ كَمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وزقنا تلاوته ana al-layli wa athara fa nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal al alamin bismillahir ya allah dengan setiap satu huruf yang kami baca dengan setiap satu huruf yang kami dengar dengan setiap satu huruf kami dibetulkan dan membetulkan dengan setiap saat kami berada di kalaka ini ya allah Engkau ampunilah, eh, engkau berikanlah kami ganjaran pahala bagi setiap satu huruf. Engkau berikanlah ganjaran sama kepada kedua ibu bapa kami, kepada suami kami, Ya Allah. Ya Allah, dengan setiap satu huruf yang kami baca dan dengar, dengan setiap satu huruf yang kami dibetulkan dan membetulkan, dengan setiap saat kami berada di khalaqah ini, Ya Allah, engkau ampunilah dosa kami, engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, engkau ampunilah dosa suami kami, Ya Allah. Ya Allah, Taksikanlah kami dalam baca Al-Quran, Ya Allah. Jadikanlah kami dapat menghafal ayat-ayat-Mu. Dapat memahami dan mengamalkan dalam kehidupan kami. Golongkan kami dalam golongan Ahlul-Quran, Ahlullah. Dan jadikanlah Al-Quran sahabat baik kami di dunia, di barzah hmm. dan di akhirah. Jauhlah, jauhkanlah ia daripada menjadi pendakwa kami di sana. Ya Allah, hmm. kami kami memohon untuk berkongsi pahala ini dengan kedua ibu bapa kami, matua kami, mm. anak uh, dengan pasangan kami, dengan anak dan zuriat kami, dengan adik-beradik kami, dengan guru-guru kami, dengan anak-anak murid kami. Mm. Allah, jadikanlah mereka suka membaca al-Quran, jadikanlah mereka fasih dalam membaca al-Quran, jadikanlah al-Quran sahabat baik mereka di dunia, di barzah dan di, dan di akhirat. Ya Allah hmm. seandainya ada antara kami Atau antara mereka yang sedang sakit Ya Allah berikanlah kesembuhan Kepadanya dan tiada penyakit yang berulang Dan seandainya hmm. ada di antara mereka Yang tiada lagi di dunia ini Ya Allah jadikanlah tempat persemadian mereka Taman kepada taman-taman syurga Ampunkanlah dosa mereka, terangkanlah kubur mereka, jauhkanlah mereka daripada siksaan kubur dan lapangkanlah kubur mereka. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik nashda'ala ilaha ila anta nasda'afirka wa natubu laiki. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خيرا كثيرا